تفضل. لسه مش محدد يعني قديش، يا اثنين يا ثلاثة. بالمناسبة الأسايمنت 1 قرب يخلص الديدلاين تاعه، ديدلاين الهارد ديدلاين يعني الرسمي، السوفت ديدلاين أو اللي هو الإيرلي ديدلاين خلص الأحد. فها أول شغلة بالنسبة للأسايمنت 1. بالنسبة للأسايمنت 2 راح يكون كثير مرتبط بالأشياء اللي تعلمناها بالمحاضرة الماضية اللي هي يعني يوم الاثنين، اللي هو threading كيف تعملوا هيك، وبرضه مرتبط باللي راح نأخذ اليوم race condition والشابتر الجاي. كلهم هذول راح يعني فهمهم كويس راح يخليكم تقدروا يعني تضبطوا ان شاء الله باسايمنت 2. واسايمنت 2 على لينكس، تمام؟ فضروري اللي ما عمره استخدم لينكس انه هاي فرصه الفتره هاي اذا بيقدر قبل ما ينزل الاسايمنت حتى يبدا يعود حاله شوي على لينكس. هسه هو ليش احنا بنهتم باللينكس؟ اولا لانه في اللايبراريز اللي اخذناهم المره الماضيه بي ثريد ما بينزل الا على لينكس، وثانيا لانه اصلا ما في حدا مهندس حاسوب الا لازم يكون بيعرف لينكس، ولازم يكون بيعرف مثلا يعمل اساينمنت بسي وسي بلس بلس، تمام؟ فهذول الشغلتين ضروري تبلشوا تهيئوا حالكم لهم حاليا عشان ما يضيع وقت من وقت الاساينمنت. مثلا ممكن الاساينمنت الثاني نعمل نفس الحركه انه اعطيكم ايرلي ديدلاين عليه بونص وليت ديدلاين او ديدلاين عادي يعني يكون طبيعي، فعشان ما يروح عليك وقت وما تقدرش تجيب الايرلي ديدلاين عشان لانك بعدك تتعلم اشياء لينكس وكذا. هذول اشياء راح يكون يعني ما بيعتمدوا على الاساينمنت، انت لحالك تعلم، وما ما يعني ما بدي تكون محترف لينكس، طيب بس بدي على الاقل تعرف كيف على الاقل نزله مثلا حتى لو فيرتشوال ماشين، اعرف كيف تعمل كومبايل عليه الاشياء هاي. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف تعمل كومبايل، كيف تتحرك بالفايلات سي دي والاشياء هاي كلياتها، يعني الكوماندز البسيطه هذا اللي بهمني حاليا. بس يعني زي ما بحكي اللي بيقدر كمان يطور حاله اكثر هذا الكو، يعني بالنهايه لينكس شيء كثير كويس الكو بالسي في. طيب والله مش عارف صراحه متى راح ينزل. هسه احنا عندنا انا بحاول قدر الامكان ما اعطيكوش شغلتين نفس الاسبوع. طيب فمثلا الاسبوع هذا انا معتبر عندكم اساينمنت، اوكي؟ فمش حاب اعطي اي شيء ثاني. الاسبوع الجاي غالبا راح يكون في كويز، اوكي؟ هاي النقطه الثانيه كنت احكيها. الاسبوع الجاي غالبا راح يكون في كويز، غالبا يعني من الاول ثلاث شابترات اللي هم يعني الاولاني والبروسيس والسكيدجولينج. لسه مش عارف بس احتمال كبير اونلاين يكون، لانه انا كنت حاب اعمله بالقاعه يعني افضل للجميع، بس لما يكونوا الطلاب مقسمين على نصين هيك راح اعمل ست مرات يعني اعمله، ولانه انا راح اركز بالكويز على السؤال تاع السكيدجولينج اللي هو راوند روبن وهيك، خاصه الراوند روبن والاس ار تي اللي مش اول اثنين. طبعا هو الهدف من الكويز اكثر شيء انه انا بدي اجبركم تتمرنوا عليهم، طيب؟ وانا بدي اياكم تغلطوا بالكويز، طيب؟ يعني انا الهدف انه بدي اذا بدي اروح عليكم علامات تروح بالكويز، طيب؟ ما تروح بالامتحان، حرام، لانه هذا السؤال يعني انا قايل لكم راح يجي بالامتحان، فانا بدي اياكم خلص هذا تضمنوه ان شاء الله. فالكويز راح يكون تمهيد لهذا الشيء، وبعدين الامتحان ان شاء الله بيكون كويس وضعكم. فهو الكويز غالبا راح يكون مثلا سؤال زي هذا، وبرضه مثلا ممكن سؤال ثاني مالتيبل تشويس او ترو فولس على الاشياء الاولانيه، الاشياء اللي حكيناها التايم شيرينج والاشياء هاي كلياتها. طيب فالشاهد اللي جاوبت هذا السؤال الشيء انه الاسبوع الجاي راح يكون في كويز، طيب؟ ف 90% اكيد مش الاسبوع الجاي الاسايمنت الثاني، طيب؟ يعني مش هو، او كمان الاسبوع الجاي ممكن يكون في مناقشات للاسايمنت 1، طيب؟ عشان لانه احنا عملنا جروبس، فعشان نشوف كيف الجروبس شغاله وبناء عليها نعرف ايش راح نعمل الاسبوع اللي بعديه. فممكن يكون في برضه مناقشات الاسبوع الجاي، فانتوا حضروا حالكم يعني، بس انه تكون عارف شو كتبت، طيب؟ بس هذا المطلوب. ما بعرف والله، في حدا حدد ميد ولا لسه؟ او بعديها يبلش الميد. طيب خلينا نشوف كيف السيستم، كيف وبالعاده يعني انه بنزل جدول. انا ما كنتش هون بالكورونا، فهو بنزل جدول رسمي ولا احنا بنحدد بين؟ لسه ما نزل، وصلت موعد الانحراف.
خلاص معناته احنا بنمشي بنشوف ايش اللي بيصير. لو اجى الميد مثلا اكيد راح اجل لكم الاساينمنت مثلا، مش راح اخلي الاساينمنت والميد مع بعض. طيب لانه حسب الميد ايش راح يشمل بنشوف يعني، ما في مشكله لما ينزل. بس يعني فعليا مع الكورونا احنا الكل بنفس المركب يعني، كل مش عارفين ايش الوضع راح يصير، فبنشوف ان شاء الله. واللي يعني راح احاول قدر الامكان اللي بقدر عليه اساعدكم يعني تكون الامور افضل ما يمكن. نعم حسب برضه حسب ايش اللي ممكن. نعم عن الثريدينج شبيه بالمحاضره، حضرت المحاضره اللي كانت يوم الاثنين قريب منها كثير. طيب مش مشكله، احنا هسه خلينا نحكي عن محاضره اليوم يوم الاثنين كنا نحكي عن الثريدز، والشابتر هذا نحكي عن الثريدز، والشابتر بعديه بنحكي عن الثريدز، وجزء بعديه كمان نحكي عن الثريدز. كل راح نحكي كثير عن الثريدز يعني. حد عنده اي سؤال؟ نعم. هسه راح اعطي مجال للمحاضره الماضيه. هسه اول شيء بس احنا اليوم راح نبدا شابتر جديد فعليا. طيب انا هذا الشيء اللي بحاول زي ما حكيت اكثر من مره، بحاول انه دائما محاضره الاثنين والاربعاء يكون كل واحد بشابتر، عشان اللي ما قدرش يحضر المحاضره بالنص يروح عليه شيء، وهذا هيني بعمله. لكن للاسف بالشابترات اللي احنا فيهم حاليا هم مرتبطين ببعض، فيعني صحيح انه شابتر جديد، لكن لو انت مش حاضر ريكوردينج المره الماضيه غالبا راح تحس حالك ضايع شوي. طيب فاللي بدي اياه انه اي حدا بحس حاله ضايع سبب انه مش حاضر المحاضره ما راح اقدر اعيد له اياها هون. طيب فانه خلص يعني بعين الله بيعمل حاله مش شايف السؤال، وبس يشوف المحاضرة يرجع يحضر هاي، راح يشوف الجو يعني راح توضح له الأمور. ما توضحت بالأوفيس أور ممكن نتناقش بأي شيء. طيب في المحاضرة الماضية احنا خلصنا تشابتر لثريدز أو مجموعة سلايدات تاعت لثريدز، هما فعليا مش تشابترز زي ما هما تشابترز بالكتاب، بس خلينا نحكي مجموعة سلايدات. فحكينا عن عن لثريدز وأخذنا كودينج إكزامبلز وكذا. فحد عنده سؤال عن المحاضرة الماضية؟ يعني مش أسئلة عامة مثلاً أو شيء زي هيك. أول بيعمل كرييت ولا الفانكشن اللي بيحطه بالبارامترز هو اللي بيعمل كرييت؟ لا، هو بثريد كرييت نفسه هو اللي بيعمل كرييت. الفانكشن هو راح يتنفذ. البثريد كرييت تعمل كرييت لثريد. أيوة مثلاً بتحجز له جزء من الستاك وما إلى ذلك. بعدين الثريد هو نفسه راح يعمل كول للفانكشن. فالبثريد كرييت بتعمل الثريد بس بيكون نايم لسه. متى ببلش الفانكشن يشتغل؟ لما الثريد يجي دور ينعمل له سكجولينج. راح يعطيك ايرور انه في باراميتر ناقص اللي هو ايش الفانكشن. عالم بالاساينمنت 2 راح تعرف شو فايدته، راح تعملوا فانكشن يعمل شيء مهم ويسترعي فانكشن، وبجوز يعمل ثريدز كمان جويه الفانكشن الصغير. لا راح تفهموها كويس هاي. هو اكيد مش حلو. طيب بس احنا بدل ما اعطيكم شيء يحل معادله تربيعيه هون وتصيروا اصلا مش فاهمين الشيء اللي بيعمله الفانكشن، فاحنا عشان نمشي خطوه خطوه اعطينا مثال بسيط هلو وورد تمام. لكن لا يعني لا تخافوا، الثريدز لهم وظائف كثير كثير. ما هو احنا مش ضامنين انه فايفو على سكيدجولينج. مرات بيكون مثلا احنا حكينا في كثير سكيدجولينج الجوريثم صح، ممكن يكون برايورتي، ممكن يكون يعني في ألف طريق شيء ممكن يغير. هو الفكره اصلا اهم شيء تفهموه بثريدز انه احنا مش عارفين مين راح يجي الدور. كيف بدك تعرفي؟ طيب اوكي نفترض انه هو راوند روبن بس احنا مش عارفين كم التايم سلايس تاعته، مش شرط تعرفي. او مثلا اس ار تي بس احنا مش عارفين قديش البروسيسنج اللي متوقع، ما بتقدر تعرفي يعني انت كم البروسيسنج للمين وبروسيسنج للفانكشن، كم الاو اس معتبرهم، ما بعرف. مستحيل كبشر انه اقدر اعرف ايش عارفه. لو نقدر نعرف اصلا هذا مدخل كويس للشابتر الجديد. لو بنعرف انه ايار راح يجي دوره بالاول وكيف راح يشتغلوا
كان خاص بالنط مباشره على شابتر 6 ونريح عنه من كل الاشياء، بعطيكوش اساينمنت 2. فيا اما واحد يتطوع يروح يعلمنا كيف نعرف، يا اما بعينكم الله بدكم تمشوا مع ثلاث شابترات واساينمنت. سؤال هذا عشان لانه هناك void pointer. هذا شوي انا ما حبيتش ادخل فيه ومش حاب ادخل فيه هسه كمان، لانه شوي فعلا يعني برا موضوع الماده. طيب غالبا بجوز لو تعمله بطريقه ثانيه اسهل يزبط، اوكي. بس كونه كود انا ايش دائما بحكي، ما بحب حد يسالني سنتاكس. عندك الكود جرب اعمله، زبط زبط، ما زبطش جرب حط انتجر. يعني عشان لانه هيك السنتاكس تاعه بس جربوا ممكن يزبط اذا ما عملتوهاش، ما هو كود بالنهايه، شوفوا ايش بيطلع معكم. تمام. طيب حد عنده اي سؤال ثاني؟ وانا على فكره موجود بالاوفيس اورز، يعني بعد هاي المحاضره عندي اوفيس اورز، والاوفيس اورز دائما بكون موجود، فاي حد عنده سؤال برضه يقول لي. طيب اليوم راح نبدا موضوع جديد، اوكي، بس هو ايش مرتبط كثير بالاشياء اللي علمناها قبل. الموضوع ها اللي هو بنسميه الريس كونديشنز، اوكي. بس قبل ما احكي عن الريس كونديشن، بس خلينا هيك نمشي هيك، بحب انه تفهم وين صرنا بالخريطه. طيب احنا اول شيء تعلمنا ايش الاو اس، بعدين حكينا الاو اس كويس خلينا نعمل فيه بروسيسز مشان انه يعملوا التو فانكشنز اللي بدنا اياهم. الاولى انه يعمل نيو تشايلد، يعمل شيء تاسك مختلف عن البيرنت، وبرضه عشان انه اعمل يوتيلايزيشن للمالتي كور، صح. اكتشفنا انه البروسيسز طلعوا غاليين كثير، مكلفين، زي انه تعمل مبنى لكل موظف. فقلنا طيب خلينا نلاقي طريقه احسن اللي هي ايش، الثريدنج، اوكي. فتعلمنا المره الماضيه الثريدنج ايش هو وليش ارخص من البروسيس وايش الفرق بينه وبين البروسيس. بالمحاضره الاخيره علمناكم كيف اصلا اعمله بالسي بلس بلس او السي، اوكي. واضحه هالاشياء لهون، هذا احنا وين صرنا اليوم. انا كل المحاضرات الماضيه كان عندي هدف واحد مركز عليه، انه بدي اقنعكم انه الثريدز شيء كويس، طيب، وانه ممتاز وبيستاهل التعب وبيستاهل نتعلمه، اوكي. المفروض انكم اقتنعتوا، اوكي. في حدا لسه من جماعه البروسيس ما بحبش الثريدز؟ ايش هو الثريدز؟ طيب هاي سؤال ثاني، اوكي. فالمفروض انه خلاص تعلمنا ايش هو الثريدز واقتنعنا انه كويس. طيب محاضرات اليوم راح نبدا شوي نحكي عن تفاصيل سلبيه بالثريدز، انه يعني هو له ايجابيات كثير وارخص كثير من البروسيس، لكن برضه له جوانب سلبيه راح نحكي عنها اليوم، وبرضه راح ايش نحكي كيف نعالجها. يعني بدي تفهموا شيء، طيب، سواء انه انت شايف البروسيس او الثريد بقلب او لا او صعب او لا، العالم كله ثريدنج. طيب امثله قليله جدا 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 اللي عاملين بروسيس، اوكي. كل شيء بالعالم ثريد، اوكي. محاضره اليوم هي من اهم المحاضرات اللي بجوز تاخذها بكل الجامعه، طيب، لانه موضوع كثير يعني بده تركيز، بس انه ايش مهم جدا خاصة بالمادة هاي، يعني مهم جدا حتى مقابلات الشغل الريس كونديشن، انه ايش هو كيف الفرق بينه. تقريبا ما فيش اي مقابلة شفتها لشركة محترمة كويسة الا كان، ولوظيفة كويسة الا كان في سؤال رح يجي على هذا الاشي. طيب فكثير موضوع مهم وهو موضوع بده تركيز، لكن اذا قدرت اذا ركزنا مع بعض ومشينا عليه خطوة خطوة ان شاء الله اليوم باخر المحاضرة رح تكونوا فاهمين ايش هو. طيب فبدي نمشي هاي المحاضرة، أنا ماشي فيها بمشي فيها ببطء كثير، بدي نمشي خطوة خطوة زي ما كنا نعمل بأول ما نتعلم أول مفهوم، نمشي فيه شوي شوي، اللي عنده سؤال عليه يسأل بحيث نخلصه وإحنا فاهمينه كلياتنا. طيب تمام، أوكي. قد ما هو الموضوع هذا مرتبط بالمحاضرة الماضية، إذا بتتذكروا اللي حضروا الريكوردينج كان في 2 سلايدز بآخر المحاضرة الماضية حكيت راح أبدأ فيهم اليوم، فاحنا اصلا بادين بتو سلايدز من المحاضره الماضيه. طيب قد ما هو الاشيين مرتبطات، اوكي. قبل ما نحكي عن ايش الريس كونديشن، بدي اذكركم بموضوع حكينا عنه بس كان حكي عنه ايش سريع المره الماضيه، لكن اليوم بدي نركز عليه اكثر، اللي هو موضوع الكونكرنت بروجرامينج. طيب اول شيء ايش معناه كونكرنت؟ هيك بالعربي مش متسلسل، متزامن. كونكرنت يعني شغلتين بصيروا بنفس الوقت، اوكي. فانه مثلا لما يكون عندي حدث A بحصل مع حدث B بنسميه ايش؟ concurrent events. طيب بحصلوا بنفس الوقت، اوكي. فخليني اسع
نركز ايش معنات concurrent programming. اوكي الconcurrent programming له بعض الشروط او الassumptions الافتراضات. الاول انه عندي two or more threads. اوكي انه اذا عندي اشي واحد مستحيل تكون concurrent مع حالها. طيب عندي اثنين او اكثر. ايوه each of the threads يعني executes in pseudo parallel. اوكي ايش معنى pseudo؟ طبعا سودو من الكلمات اللي زي سايكولوجي وهيك البي سايلنت. اوكي ايش معنات سودو؟ سودو لما نعم حلو ايش كان معناهم؟ ممتاز. انا اصلا المثال اللي ببالي كان سودو كود. السودو بشكل عام معناته شبيه بالإشي. يعني مثلاً أحكي سودو كود إنه هو أنا كود بس مش كاتب سيمي كولون وأشياء زي هاي. شبيه بالكود. نعم. إشي شبيه بالكود. أوكي. فهذا سودو كود. عندنا هنا سودو بارالل يعني إشي شبيه بالبارالل. أوكي. طيب ليش حطيناهم بين قوسين؟ نعم. هو لا لو حطيناهم بدون قوسين سودو بارلل يعني مش بارلل فعلا. لكن ليش كلمة سودو حطيناها بين قوسين؟ أيوة optional بالإنجليزي. هاي يعني معلومة دائما لما يكون عندك إشي بين قوسين معناته هذا optional. فالجملة هاي بتقدر تقراها يا أما each executes in pseudo parallel أو each executes in parallel فهو السودو زي كأنها إيش optional. أوكي ليش أنا مركز على الموضوع هذا؟ طيب بدي نفهم إيش معنات سودو بارلل وإيش معنات بارلل. أوكي عشان ما بدي لأنه أسعى وإحنا نحكي يعني نشرح المحاضرة راح تصيروا مرات تخربطوا إنه إحنا إيش قصدنا. طيب وين إحنا شو بنشرح؟ لنفترض إنه عندنا مثلا طالب ما شاء الله شاطر كثير منزل هندسة حاسوب بكالوريوس بالتكنو وبنفس الوقت بدرس مثلا شريعة أو إشي ثاني باليرموك. أوكي في مر علي ناس بدرس بكالوريوسين نفس الوقت. أوكي أسعى هو إحنا بنحكي إنه هو بدرس يعني البكالوريوسين in parallel صح؟ نفس الوقت concurrently. شايفين؟ قد يكون إنه الشاب هذا بيأخذهم عن جد in parallel. إيش يعني؟ يعني الفصل الأول هو منزل 9 ساعات بالتكنو مثلاً وتسع ساعات باليرموك. هذا عن جد parallel. أوكي؟ فهو طالب بالتكنو باليرموك in parallel. ممكن برضه يكون إيش بيعمل؟ إنه هو صحيح إنه طالب يعني مسجل يعتبر طالب هندسة حاسوب وطالب شريعة بنفس الوقت لكنه بيأجل فصل. إنه مثلا فصل بيأخذه بالعلوم مركز فيه فصل ثاني بيأخذه إيش باليرموك. تمام لكن هو طالب عندهم concurrently بنفس الوقت بس مش in parallel بيأخذ هون وبيأخذ هون. لا هو عامل pseudo parallel إنه هو إيش مش parallel فعليا بنفس اليوم بيكون بحضر محاضرات هون وهون لكنه زي كأنه parallel لأنه بآخر الخمس سنين رح يخلص هون ورح يخلص هون. فإحنا كأننا نفترض إيش إنه كأنه بارالل. أوكي إيش بذكركوا هذا الموضوع على إشي حكيناه سلايدات الشابتر الماضي بس قبل محاضرتين يعني. ممتاز الكونكرنسي والباراليزم متذكرينهم هذول الشيئين؟ حكينا في فرق بين الباراليزم وكونكرنسي. الباراليزم لما يكون عندي تو كورز بينفذوا نفس الإشي بنفس الوقت أو يعني كل واحد بينفذ ثريد بس بنفس الوقت. أوكي هذا إيش اسمه؟ بارالل. الكونكرنسي عادي ممكن يكون عندي one core بس إنه بنفذ two threads بنفذ هذا بعدين بعمل context switching لهذا بعدين برجع لهذا. فهو زي الطالب اللي منزل فصل بالتكنو وفصل باليرموك لكن concurrently بيشتغل على two tasks كل شوي بخلص من هاي شوي من هاي شوي من هاي شوي بالأخير بخلصهم مع بعض بس مش in parallel. أوكي فهذا طبعا بيفرق عن واحد خلص تكنو هندسة حاسوب بالتكنو وتخرج ومبروك بعدين راح سجل شريعة باليرموك هذا مش concurrently لكن يكون كرنتلي انهم هم اثنين مع بعض لكن قد يكون بارالل قد يكون سودو بارالل. واضح الفرق بيناتهم؟ وتذكرتوا ايش الفرق بين الكونكرنسي والباراليزم؟ طب اي منهم السودو بارالل الكونكرنسي ولا الباراليزم؟ كونكرنسي صح. اي بحتاج ريكويرمنتس اكثر من حاس من كمبيوتر يكون عندي بارالل ولا سودو بارالل؟ بدي اللي بدي requirements أكثر من كمبيوتر إنه يكون عندي parallel لأنه بدي two cores لكن السودو parallel بزبط حتى على كور واحدة.
واضح؟ طبعا عملت بالكور بصير يكون عندي سودو بارلل. كيف؟ عندي تو كورز مثلا، كيف ممكن يكون؟ صح، ممكن يكون عندي اربع ثريد، فعندي تو كورز بس كل واحده منهم بتعمل بارلل بالنسبه للكور الثاني وبتعمل سودو بارلل بالنسبه للثريد الثاني. بدي نوسع ايش تفكيرنا بالموضوع. طيب تقريبا تقدر تعتبروا انهم الكونكرنسي هي فعليا ايش؟ السودو بارلل. بس هون لانه بلشنا نحكي كونكرنت بروجرامينج بديش تخربطوا انه كونكرنت البارلل والكونكرنسي الثنتين اسمهم كونكرنت بروجرامينج. فهو زي ما تحكي الباراليزم هو حاله خاصه من الكونكرنسي، يعني انه كونكرنسي ممكن يكون يا باراليزم يا سودو باراليزم، ثنتين بنسميهم كونكرنسي. طيب بس مشان ما نخربطكوش شو هاي كلمه كونكرنت لحالها اصلا عجقه، فخلينا مشان ما ظلناش نعيدها نحكي سودو بارلل او بارلل. واضح؟ طيب الشروط عشان يكون عندنا كونكرنت بروجرامينج، طبعا احنا اذا في حدا بيعمل ثريدنج عشان يعمل بالاخير ثريد واحد ويعمل تاسك واحده ما استفدناش. هي الثريدنج الهدف منه اني اشتغل اشياء ان بارلل، اوكي؟ لكن اللي بيعمل تاسك واحده ما استفدناش. فاحنا هنا اصلا بنعرف الكونكرنت بروجرامينج لانه من اليوم وطالع كل اكزامبل راح اعطيكم اياه بدكم تفترضوا انه كونكرنت، اوكي؟ ما في شيء يعني يوني ثريد انه بس ثريد واحد وبيشتغل، اوكي؟ فحكينا الكونكرنت بروجرامينج عندي تو اور مور ثريدز بيشتغلوا ان بارلل او سودو بارلل. وهنا بيجي السؤال اللي سالته زميلتكم، وي كانوت بريدكت ذا اكزاكت رننج سبيد. ما في اي طريقه اتنبأ ايش مين راح يجي سكجولينج بالاول، اي راح يسبق، ما في اي طريقه اتنبأ بالشيء هذا. وفعليا هذا هو هيك كل الكمبيوترات هيك، اوكي؟ انه اصلا مرات انت لما تعمل رننج لشيء على سيرفر انت اصلا مش عارف كم كور عنده. انسوا لما تشتغل على اللابتوب بتاعك، الشغل الحقيقي مش على لابتوبنا. انت اصلا بتكون مش عارف كم الميموري، كم الكور، اوكي؟ وبرضه وهي اهم وحده، بس هذول كلياتهم سهلين، طيب؟ او خلينا نقول يعني موجودين بكثره. لكن اهم عامل بدي انظر له عشان اعرف هل احنا في عندنا كونكرنت بروجرامينج او لا، اللي هو الرابع، اللي هو ايش؟ The threads can interact via access to shared memory او variables، طيب؟ هون بدنا نركز شوي. تتذكروا بالمحاضرة لما تعرفنا على الثريد حكينا انه احد ايجابيات الثريد مقارنة بالبروسيس غير انه ارخص انه كمان في كوميونيكيشن اسهل. وقلنا لو كان عندك كل واحد بمبنى وتم يشتغلوا بنفس البروجكت راح يتغلبوا، لكن لو كل الموظفين بنفس المبنى سهل جدا يشتغلوا مع بعض بالبروجكت، صح؟ لانه في شيرد اريا بيناتهم، صح؟ اليوم راح نحكي انه هاي النقطة بالتحديد اللي كان لها ايجابيات هي راح ايش تعملنا السلبيات الجايه. ليش؟ لانه زي ما قلنا لما يكون عندك شيرد اريا معناته قد يصير في كونفليكت. زي ما قلنا مثال مثلا واحد المعالق بحطهم بالسحاب، ما هو المطبخ تاع الشركه مشترك، ففي واحد متعود يحط المعالق بسحاب معين لكن في زميله بحطهم مكان ثاني، فاجا مفكر المعالق بالسحاب هذا ما لقاهم وهكذا. طيب ليش ايش ممتاز؟ لانه احنا مش حاطين رولز معينه متفقين عليها، صح؟ انه احنا بنحكي وي كانوت بريدكت اي شيء. طيب لكن فعلا لو كان في رولز كان ممكن الامور تنحل، راح نشوف، اوكي؟ عشان هيك بحكي بالنهايه الشركات لسه بيعملوا مش كل واحد بمبنى، بيعملوا مع بعض، طيب؟ بس بقول لك في اذن مثلا هو مسؤول عن المطبخ، ممنوع حدا يتدخل بالمطبخ ويصير يخرب كل واحد يحط الاماكن زي ما بده، هو مسؤوليته عشان يكون شخص واحد مش شيرد، اوكي الاشياء. فاحنا بالاخير راح نحل المشاكل. طيب على فكره اصعب جزء علي تدريس المحاضره هاي شيء واحد، اني يعني اقدر اضمن انه اخليكم تضلكم مركزين معي بالمشكله مش بالحل، اوكي؟ لانه انا عارف كلياتكم عقولكم هندسي وشاطرين وفهمانين، فمباشره احنا كمهندسين بس تيجي علينا مشكله بنفكر نحلها. طيب المحاضرة هاي اصبروا معي، بدنا نركز بس على المشكلة، اوكي؟ وراح نحلها المحاضرة الجاية واللي بعديها وراح تحلوها بالاسايمنت، راح تصير تقولوا يا ريت ما سألنا ايش الحل، طيب؟ بس المحاضرة هاي بدي نفهم المشكلة، لأنه المشكلة مش بالسهولة اللي أنتم متخيلينها، أنت قد تفكر حالك فهمتها بس أنت لسه ما فهمتها، طيب؟ فخلينا نحاول نركز على فهم المشكلة. ف حكينا عندنا هذول الشروط وإنه يكون الثريدز كان انتراكت فيها شيرد variables او shared memory. ليش ليش threads can interact via shared memory؟
لأن هم نفس الادرس سبيس صح؟ فأي global variable هم كلهم لهم sharing. طيب في سؤال أو خليه بعدين السؤال هذا. إيش في example مثلاً على إنه يكون concurrent programming؟ مثلاً إنه عندنا أكثر من thread، واحد من threads write a variable بكتب قيمة معينة، والthreads الباقين read the same variable. تمام؟ واحد بكتب علامة الطالب مثلاً، والثاني بقرأها وبطبعها. أوكي؟ كونهم اثنين threads وcommunicate via shared variable، هذا اسمه إيش؟ concurrent programming. أوكي؟ مجرد ما تسمع كلمة concurrent programming عطول اربط الاشياء راح نتعلمها اليوم وطالع، اللي هو الريس كونديشن والاشياء هاي كلها. طيب مشكله الريس كونديشن او الكونكرنت بروجرامينج انه بنحكي الاكسكيوشن تاعه نون ديترمينستيك. ايش يعني؟ انه حكينا عندنا مثلا تو ثريدز، اوكي، واحد بده يحط علامه الطالب والثاني بده يطبعها. اوكي، نفترض تي 1 بده يحط العلامه، تي 2 بده يطبعها. اوكي، منطقيا احنا شو مفترضين؟ انه تي 2 راح يحط العلامه تي 1 راح يحط العلامه وتي 2 راح يطبعها. اوكي، لما قلت الجمله هاي بطل كونكرنت بروجرامينج، لانه صار في عندنا بريدكشن على الاكزاكت رننج سبيد، انه احنا مفترضين انه لازم تي 2 راح يشتغل بعد تي 1. لكن بالواقع انا لما اعمل كرييت لتو ثريدز زي ما شفتوا بالمحاضره الماضيه، الاوتبوت قد يكون ترتيبهم مختلف، فقد اللي يصير انه تي 2 يشتغل قبل ما تي 1 يشتغل، فيروح يطبع الفاريبل مثلا جريد، بس تي 1 بعده ما حط فيها علامه. اوكي، فيلاقيها صفر اللي هي مثلا الديفولت تاعها. اوكي، فيطبع زيرو، وبعدين يجي تي 1 يحط يقول انا بدي احط العلامه، يحط له 95، بس ادق انا صرت طابع، خلاص راحت عليكم. فالاوتبوت اللي قدامك شو يطلع؟ صفر، مع انه الطالب قديش جاب؟ 95. اوكي، بالمقابل ممكن يصير الشيء اللي احنا متوقعينه، انه تي 1 عن جد يشتغل بالاول ويحط 95، بعدين تي 2 يدخل يقرا ال 95 ويطبعها، هيك العلامه شو صارت؟ 95 عن جد. لكن ايش اللي بيحدد ايش راح يصير 95 ولا 0؟ مين اشتغل بالاول؟ واحنا وي كانت بريدكت ذات. ففعليا حظ، يعني ممكن تشغل مره يطلع 0، ممكن تشغل مره ثانيه يطلع 95. تخيلوا لو علاماتكم نعمل لكم اياها ببرنامج زي هيك، انه حسب الرن ايش راح يطلع، يا 95 يا 0. عجقه. طيب، فاكيد مش هذا الشيء اللي احنا ايش بدنا اياه. طيب، فبدنا نحاول نحل هاي المشكله، بس هاي المشكله شو اسمها؟ نون ديترمينزم، انه انا مش قادر اتنبا ايش الاوتبوت كل مره، وكل مره بيختلف. واضح؟ واضح الكونكرنت بروجرامينج؟ حدا عنده اي سؤال على ايش اللي حكينا لحد الان؟ او مش مقتنع او حاسس انه مش واضح؟ بس اطمن على الناس الاونلاين، لا وضعهم كويس. اوكي، هسه بلشنا بالشابتر الجديد. اوكي، ريس كونديشن. بدي هسه هذا هو تقريبا شبيه بالشيء اللي حكيناه قبل شوي، بقول لك واي ديد ذيس ريس كونديشن اوكر، ليش انه بصير عندنا ريس كونديشن. هسه راح امشي على الشروط شوي شوي، بس بعدين راح اعطيكم اكزامبل هي راح يوضح لكم الشيء كامل. اوكي، لكن بدي تفهموا انه الريس كونديشن بحصل اذا كان عندنا تو اور مور ثريدز عندهم inconsistent view of variable، هسه راح نحكي عنها. وبرضه انه ال values of memory راح يصير له replication بالregisters. اوكي، وانه بصير عندنا context switching باي تايم، هاي عارفينها فاهمينها، انه context switch ممكن يصير باي تايم، اول ثنتين ممكن لسه مش واضحه مع عندكم. فبالتالي ممكن انه الثريد see stale value. stale value يعني قديمه. اوكي، فعندنا اربع نقاط انتم عارفين واحدة مبدئيا، اوكي، اللي هي تاعت الكونتكست سويتشنج. اوكي، بدنا نحاول هسه نفهم ايش النقاط الثانية. خلينا نمشي على اكزامبل. اوكي، الاكزامبل راح يكون كودينج، طيب فبدي تركزوا فيه. اوكي، زي يعني كودينج شوي ممكن معقد وطويل، بس راح نمشي عليه خطوة خطوة. اوكي، مشان ما تنعجبوا. مستعدين؟ هذا الكود. طيب، هذا هو الكود راح نفهم فيه المثال كلياته. طيب، تحملوني عليه قديش انه يعني طويل. ايش الكود اللي قدامنا؟ الكود اي بلس بلس. طيب، عمره حدا مر عليه هاي الجمله؟ اول مره. الاي بلس بلس يعني هي من ابسط جمل العالم. طيب، بكل فور لوب موجوده. اوكي، اللي هي ايش بتعمل اي بلس بلس؟ بتعمل انكريمنت، انكريمنت للفاريبل. شو اسم الفاريبل؟ اي. واضح؟ حدا عنده اي مشكله فيها؟ هسه راح نبلش وتشوفوا كيف انه الاي بلس بلس هاي فيها ريس كونديشن.
ورح نقعد نشرح بيها ونعرف إيش مشاكلها وكيف نحلها. طيب بس قبل ما نجاوب إيش الـ I++ بتعمل، إحنا اللي جاوبتكم إياه هسا قلت لكم إيش I++ بتعمل، تعمل increment للفاريبل صح؟ هذا حكي حدا مبرمج بس مش مهندس حاسوب. خلينا نبلش نجاوب السؤال هذا كمهندسين حاسوب. أوكي إيش مش قلنا لكم مادة OS إيش مميزتها؟ تبني على كل إشي تعلمناه بالسوفتوير وبالهاردوير، تعطيكم فهم أكثر لك أشياء كنتوا تعملوها زمان بدون ما تفهموا إيش معناها. الـ I++ بدل ما نقول هي بتعمل increment لفاريبل، هو الفاريبل إيش عبارة عن إيش الفاريبل؟ memory location صح؟ هو عبارة عن space بالميموري يعني بالرام مثلاً. أوكي فالمين ميموري اللي هي، فالـ I أنت لما تكتب I هو فعلياً هذا location بالميموري، عشان هيك أصلاً نقدر نعمل pointer بأشر عليه. شو قيمة البوينتر؟ بتكون رقم، هذا رقم هو اللوكيشن اللي هو I. أوكي فبالنسبة للكمبيوتر المبرمج شايف إنه الفاريبل اسمه I ولا grade ولا كذا، بالنسبة للكمبيوتر الكمبايلر رح يعجب كل هاي الشغلات ويشيلها ويحط labels مختلفة أصلاً، بس هاي labels إلها على الهاردوير بفهم إيش هي. أوكي فأصلاً بالنسبة للهاردوير أو للCPU I هي عبارة عن إيش؟ ميموري لوكيشن. اوكي متفقين؟ طيب بس معناته الاجابه خلينا نطورها شوي. I++ شو بتعمل؟ بتعمل انكريمنت للقيمه اللي موجوده ميموري لوكيشن. طيب اوكي حكينا عشان يكون عندنا ريس كونديشن او كونكرنت بروجرامينج لازم يكون الفاريبل ايش؟ شيرد ما بين اكثر من ثريد. اوكي مثلا جلوبال. اوكي طيب فاحنا من اليوم راح نفترض انه الاي ايش عباره عن شو؟ عن global variable أو shared variable. نرجع نعيد السؤال، شو الـ I++ تعمل؟ صارت بتعمل increment لـ shared memory location. أوكي؟ فالـ I++ شو بتعمل؟ increment لـ shared memory location. أوكي؟ مثلاً global variable أو أي location إلو access بكل threads. واضح؟ طيب بعدنا لسه ما وصلناش جواب مهندسين حاسوب. الـ I++ بالنسبة للمبرمج هي كم instruction؟ واحدة صح؟ عشان هيك صرت تضحك انه يا بس سطر واحد الكود. طيب لكن الـ I++ بالحقيقة هي عبارة عن ايش؟ وراء الكواليس بتتحول بالاسمبلي. طيب اوكي خطوة بعديها انه بصير I equal I plus 1 صح؟ في خطوة كمان اعمق بالاسمبلي صح؟ الـ I++ احنا بنشوفها سطر واحد صح؟ لكن لما ننزل للأسمبلي ففعليا المفروض كحدا ببرمج بيقول انه فعليا اذا ثريد عملت I++ بهاي السايكل مثلا عملت I++ بالسايكل الجاي ايش راح يكون قيمة I؟ زايدة. اوكي هذا بايش؟ بالعقل تاع حدا مبرمج. لكن بعقل مهندس الحاسوب ايش بحكي؟ بقول لك لا الـ I++ مش بالسهولة هاي. الـ I++ فعليا هي بتعمل increment لميموري لوكيشن، لكن بالواقع الانكريمنت ما بحصل هيك فجأة. الانكريمنت بالأصل إيش بصير؟ أول إشي بنعمل load I أو ميموري لوكيشن I لرجستر معين R1 مثلاً، بعدين بنعمل increment لR1، بعدين بنعمل store لقيمة R1 مرة ثانية وين؟ الميموري لوكيشن هو إيش؟ I. أوكي فلاحظوا كيف الجواب تطور معانا، بطلت بتعمل increment لI صار تعمل increment لميموري لوكيشن. memory location هو global، وهسه اكتشفنا انه هي بتعمل ثلاث شغلات. الشيء اللي انا قاعد بحكيه انه بدنا نصل لشيء معين مع بعض. طيب انا قاعد ببني فكره معاكم. فهو فعليا الـ I++ بتعمل load للميموري لوكيشن I الى register، بعدين increment للregister، بعدين store للregister، load register increment register وstore register صح؟ طيب ملاحظين شيء؟ انه كل ايش الكلمه اللي تكررت ثلاث مرات بالجمل الماضيه؟ ريجستر صح؟ اوكي ايوه احنا عندنا زي ما تعلمتوا بالميبس بالاركتكتشر انه فعليا كل السي بي يو شغله على الريجسترز اللي له. اوكي الميموري بعيده تمام ما بيشتغل باستثناء اشياء بسيطه حتى يعني ما في بيقدر يتجاوز الريجسترز. اوكي ف لود والانكريمنت والستور شغالين على شو؟ على الريجسترز. بس احنا شيرد قلنا ايش؟ الاي هي عباره عن ميموري لوكيشن مش ريجستر. اوكي ففعليا
لما اعمل لود اي احط مثلا اي قيمتها 1 اوكي حطيتها ب ار 1 ار 1 ايش قيمته صارت 1 بعدين عملت انكريمنت للريجستر ار 1 قديش صار قيمه ار 1 2 طب قديش قيمه اي باللحظه هاي هون لسه 1 فالريجستر تطور تغير لكن الاي بعدها شو ما تغيرت متى راح تصير 2 لما اعمل ستور لما تخلص الستور راح يتغير قيمه ايش اي لكن ما قبل هيك لسه قيمة i هي بعدها local بالregister أوكي واضح فصحيح إنه ال i shared بين multiple threads لكن الregister مش shared صح لأنه كل واحد له context حكينا كل واحد من الثريد لها context اللي هي من ضمنها local registers أوكي واضح لهون إنه إيش التعديل i++ لسه ما وصل للثريدز الثانية أوكي واضح فلاحظوا شو تغير معانا لما كنا نقول i++ كنا نفكر انه الاي بلس بلس عباره عن جمله واحده يا اما بتتنفذ كلها يا اما ما بتتنفذ صح لكن لما عملنا ففعليا كنا نفكر انه بنفس السايكل اي كانت 0 بالسايكل بعدها صارت 1 لكن الواقع طلع انه هي ثلاث خطوات ففي بينهم جاب ما بين انه انا اقرا الاي ما بين اني اعدل عليها واضح الفرق بين الاشياء اللي حكينا عنها حدا عنده اي سؤال لهون او شيء مش واضح تمام طيب اوكي خلينا اسع نفهم ليش هاي مشكله اوكي خلينا نفهم ايش المشكله تمام فين السؤال صح انه ايش وين التعقيد بالموضوع هسه راح تشوفوا طيب احنا لحد الان ليش ما صارش عندكم مشكله حلو النقطه ليش ما صارش عندكم مشكله لانه انا لسه حكيت سنج كله ثريد واحد لحد الان انا بحكي حكينا المشكله بتصير لما يكون عندي ايش two or more threads طيب مثلا عادي ما في شيء بمنع هسه راح نشوف ما في شيء بمنع هسه two threads بيشتغلوا لحال كل واحد عنده جمله i++ ما في شيء بيجبر انه ايش واحد السنه الثاني احنا ما حكينا ما في rules صح ففعليا ما في اي شيء بيجبر انه يصير rules اوكي خلينا نمشي على الاكزامبل الجاي راح يتوضح معها كل شيء طيب اكزامبل هون بلشنا ايش ندخل ثريد ثاني عشان ايش تشوفوا المشاكل فاحنا عندنا تو ثريدز واحد بيعمل اي بلس بلس واحد بيعمل ايش اي ماينس ماينس اي ماينس ماينس شو بتعمل ديكريمنت صح ف وحكينا هيو في عندنا تو ثريدز واحد ازرق واحد احمر اوكي الازرق بيعمل اي بلس بلس والاحمر بيعمل ايش اي ماينس ماينس هاي مره ثانيه هيك الاي بلس بلس بتصير عباره عن يعني بس غيرتها مشان لغه اسهل انه ريجستر 1 يساوي اي اللي هي زي لود بعدين ريجستر 1 يساوي ريجستر 1 زائد 1 اللي هي انكريمنت بعدين اي يساوي ريجستر 1 اللي هي ايش ستور اوكي فاهمين كيف هاي بس وين حاط لكم لود وستور عشان توضح طيب الديكريمنت نفس الشيء بس الفرق الاوبريشن انه لود اول شيء بس بعدين بدل اد صار سبتراكت بعدين ستور ففعليا احنا هاي مش بس اي بلس بلس اي اوبريشن اي شيء لود اوبريشن ستور راح ممكن تتعرض للشيء هذا واللي قدام راح تشوفوا انه اكثر من هيك كمان طيب بس مبدئيا انا بس بدي تفهموا انه الشيء مش بس مرتبط باي بلس بلس يعني اوكي طب خلينا ننفذ اول شيء الكود لو كان عندي اي بلس بلس بعديه اي ماينس ماينس اوكي انسوا الجزء هذا ايش متوقعين يصير نفترض قيمه اي بلس بلس كانت 5 اي عفوا اي كانت 5 اول ما بلشنا اجينا عملنا i++ شو راح تصير 6 صح بعدين عملنا i- شو راح تصير 5 صح يعني واحد راح تكنسل الثاني طبيعي انت زدت واحد ونقصت واحد يتكنسلوا خلينا ننفذ ماينس ماينس بعدين i++ اوكي كانت 5 نفذنا i- قديش صارت 4 رجعنا نفذنا i++ 5 فعلى كل الاحوال لازم الجواب يطلع شو الاخير 5 لانه واحد راح تكنسل الثانيه واضح خلينا نبلش هسه بالشغل الصح انه ندخلهم كلهم ايش مع بعض اللي هو احنا اللي عن جد راح يصير وهذا هيك اللي بصير طبعا ايش بيخليهم ينعجقوا انه مثلا نفترض انه احنا عندنا كونكرنسي وعندنا سنجل كور وبنعمل كونتكست سويتشنج اوكي ففعليا ممكن مثلا الاو اس يعطي ثريد 1 ينفذ اول جمله بعدين يعمل كونتكست سويتش على ثريد 2 بعدين يرجع ثريد 1 بعدين يرجع ثريد 2 اوكي ما في شيء بيمنع الاو اس
انه كيف زي راوند روبن تذكروا كان يعطي كل واحد سلايس صغيره وبعدين يمشي. فافترض انه السلايس عباره عن انستركشن واحده بس، فهو مثلا ثريد 1 بيعمل هاي، بعدين ثريد 2 بيعمل هاي، بعدين وهكذا. ايش بنسميه؟ انترليفنج، انه يعني زي كانهم زي لما تحط اصابعك جويت بعض انه صاروا متداخلين. تمام، فبدنا نفترض انه لو كان ممكن يصير انترليفنج، نشوف عندنا تو ثريدز، نشوف شو ممكن يصير معنا اوتبوت. تمام، طيب لنفترض، حد عنده سؤال؟ طيب لنفترض انه عندنا اول شيء الاو اس اعطى، طبعا احنا اي بلشت قديش؟ اي او كاونت بلشت شو؟ 5. طيب لنفترض انه اول شيء اشتغل الازرق اللي بده يعمل اي بلس بلس، فاول شيء راح يعمل لود اللي هي ريجستر 1 يساوي اي. قديش ريجستر 1 قيمته صارت؟ 5، ريجستر 1 مش اي، صح؟ انه اي بعدها بعيده، اميت اي راح تتعدل بالستور، اوكي؟ فعندنا ريجستر 1 5 واي بعدها 5 بعدها برضه نفس الشيء. يجينا هون ايش عملنا؟ ريجستر 1 يساوي ريجستر 1 زائد 1، صارت ريجستر 1 قديش؟ 6، بس اي بعدها قديش؟ 5. احنا بنستنى بدنا نعمل ستور، الاو اس حكى خلص التايمر انتربت تاعك خلص، دور الثريد الثاني، اوكي؟ الاي قديش بعدها؟ 5، لسه ما حدا صابها، اوكي؟ ثريد 2 دخل مباشره، اوكي؟ طبعا ثريد 2 له ريجسترز لحال، اوكي؟ بس الميموري لوكيشن شيرت بيناتهم. فثريد 2 دخل اجى قال اوكي انا بدي اعمل لود اول شيء. ايش عمل؟ لود اي لريجستر 2. قديش ريجستر 2 قيمته؟ 5، لانه هاي القيمه اللي بعدها موجوده باي، اوكي؟ اي ما شافت الانكريمنت لسه. بعدين عمل الاكسكيوشن اللي هي ريجستر 2 يساوي ريجستر 2 ناقص 1. فقديش صارت قيمه ريجستر 2؟ 4. قديش قيمه اي؟ لسه 5، لسه ما حدا لا سواء لا ثريد 1 ولا ثريد 2 لسه ما حدا عدل على الاي، كلهم بيشتغلوا باللوكال ريجسترز. اها هسه صارت المشكله. هسه بدنا نعرف، لنفترض انه اجى الاو اس قال خلص ثريد 2 خلص دورك، رجع مين على ثريد 1 اللي بده يعمل اي بلس بلس الازرق، شو ضل عليه الاي بلس بلس؟ يعمل ستور. فراح قال اوكي انا اوكي خلصت هون، وهو عنده البي سي كاونتر صح، عارف وين وصل، قال انا ضل علي الستور. فراح عمل ستور ريجستر 1 اللي هي قيمته قديش؟ عنده 6، عمل لها ستور على مين؟ الاي. فالاي قديش قيمتها صارت؟ 6، اوكي. اجى بعديها خلص شغله قال شكرا يعطيك العافيه. الاو اس حكى مين ضل عندي؟ ثريد 2 لسه ما اشتغل، اجى اعطى الدور لثريد 2. ثريد 2 اللي هو الاحمر صح، هو اشتغل الاد واللود، ضل عليه ايش؟ الستور. فراح يحكي اوكي ضل عليه الستور، خلني اعملها. شو بده يعمل ستور؟ ريجستر 2 يحطها باي. قديش قيمه ريجستر 2؟ احنا قلنا لحد الان 4 صح، فراح يعمل ستور لريجستر 2 باي. قديش الفاليو راح تطلع لاي معناته؟ 4، اوكي. هل 4 احنا كنا متوقعينه؟ قديش كنا متوقعين؟ 5. يا ريت ظل نفس المكان، هو بلش 5. احنا متوقعين ظل نفس المكان صح؟ ففعليا الاوتبوت طلع قديش؟ 4، مع انه المفروض شو يكون؟ 5. يعني زي تخيلوا انه عندك مثلا عندك حساب بنكي وانت اجاك رصيد 100 دينار ورحت اشتريت شغله ب 100 دينار، المفروض قديش ظل؟ مثلا كان رصيدك 1000، اجاك رصيد 100، بعدين اشتريت شيء ب 100، المفروض قديش يرجع رصيدك؟ 1000 المفروض، لكن هون رجع لك يا 900. طيب فهو هون مشتهي، اوكي؟ فاهمين ليش طلع معي 4 مش 5 ولا 6؟ طيب هاي مشكله، اوكي، انه طلع 4. لكن في مشكله اكبر، المشكله الاكبر مش واضح عندكم هون، انه وات اف اس 5، اس 5 اللي هي الجمله هاي happened before اس 4، اس 4 هي الجمله هاي، لو كان هذول انعكسوا تصير اي 6. فاي ممكن تكون 4 وممكن تكون 6، ايش اللي بحدد انها 4 او 6؟ مين تنفذ بالاول؟ هل عندنا اي تنبؤ مين راح يتنفذ بالاول؟ ابدا. فاذا اي ممكن تصير 4، ممكن تصير 6، ممكن تصير 5 اذا نفذوا ورا بعض ايش حكينا توقعناه بالاول، اوكي. فتخيلوا انه انت بتنفذ برنامج عشان يحسب رصيدك، ممكن يطلع ناقص عليك 100 ليره او زايد 100 ليره او طلعت زي ما انت وحظك خلاص. اذا عملت اكسكيوشن مره ثانيه ممكن يتغير يعني. طيب هذا الكود اللي احنا عندنا، هاي هي جمله الاي بلس بلس اللي ما عجبتكوش، تخيلين. هذا هو الكونكرنت بروجرامينج، هذا هو الريس كونديشن. ليش سميناه ريس كونديشن؟ ايش معنات ريس؟ سباق. طيب سباق زي السيارات. ففعليا انت عندك هنا
two threads بتسابقوا واحنا مش عارفين مين راح يفوز، لكن بناء على مين راح يفوز راح يكون الاوتبوت النهائي واحنا مش عارفين مين راح يفوز. فانت وحظك، لانهم الاثنين كانهم ريسينج على نفس اللوكال فاريبل شيرد. لو كان مش شيرد كان مفيش سباق، خلاص كل واحد ماشي بحلبة لحاله ما حداش داري عنه. لكن لو كان مداهم بتسابقوا زي هون ما بتسابقوا قاعدين على الفاريبل اي، صار الموضوع ايش؟ في خربطه. الخربطه ايش هي؟ انه عندنا الاوتبوت صار نون ديترمينستك، انه انا الاوتبوت تاعي مش عارف شو راح يطلع. يعني المحاضره الماضيه اللي حضروا الريكوردينج كان مشكلتنا بترتيب الاسطور صح، لكن قيمه الاسطور كانت تقريبا نفس الشيء اوكي. فاحنا لكن هاي اول مره قاعدين نشوف الجواب نفسه بيختلف اوكي. يعني في فرق بين انه مثلا انا عندي طلاب مثلا طالبين، واحد علامته 90 واحد 95، يا اما يطلع احمد بعدين خالد او خالد بعدين احمد، بس كل واحد علامته صح مش مشكل. لكن كارثه اذا انه فجاه ممكن احمد ياخذ علامه خالد او خالد ياخذ علامه احمد اوكي، هيك بطل هذا السيستم ايش ريلايبل. لكن هذا هو اللي احنا عندنا بالمولتي ثريدنج، مش بالكو ثريدنج بتكونش بروسيس، يلا استلموا هذا هذا اللي اجاكم. طيب فهي مشكله، هي اسمها شو المشكله؟ ريس كونديشن. تمام فهمتوا المشكله؟ واضح ليش انها اصلا مشكله او شو اللي سبب لنا المشكله هاي؟ حدا عنده اي سؤال على الكود هذا؟ او حدا عنده اي؟ نعم حلت كل مشاكله قصدك الاسئله اللي بعقلك صح؟ حلو. هو دكتور صراحه كنت اشتغل مره على الكريبتو وكان استخدم بروكسيات تمام، كان يستخدم عدد كبير من البروكسيات، كان نفس الوقت بنحضره بسرعه على السيستم على الفليشن، كان المفروض انه مثلا يستخدم 5 بروكسيات مع بعض بس صار يستخدم لي عدد كثير كبير من الاشياء. ايش اسمك؟ عباده. قال جمله انا بالنسبه لي خاص، بالنسبه لي بعد اوقف المحاضره مبسوط خاص خلص الفصل، حكى هسه استوعبت ليش. طيب انا اذا بطلع بالمحاضرات انه انت في شيء معين كان يصير معك بالكمبيوتر لكن بالمحاضره استوعبت ليش صار وتوضحت لك شيء معين قديم، انا هذا بدي خاص، ما بديش شيء الشهر هذا. طيب انا مبسوط كثير انه ايش بدي تفهم انه انت يعني بتدرس ماده مش بنتعلم احنا ثيوري واحفظ وكذا، لا انت قاعد تفهم شو قاعد بصير وراء الكواليس. هذا الحكي اللي قاعد بحكي لكم اياه، هذا يعني مش انه شيء مثلا والله انتم بتتعلموه عشان والله تجيبوا علامه. هذا انا اشتغلت مع ابل واشتغلت مع ارم، كنا نعمل اشياء زي هيك، شوف ايش الريس كونديشن، واحنا نصمم الاو اس نشوف ايش، ونصمم البروسيسور نشوف ايش الريس كونديشن اللي بصير، حتى بكمبيوتر السياره حتى كل مكان في ريس كونديشن، وحتى راح تشوفوا لقدام حتى البروسيس راح يرجع لها ريس كونديشن. فالامور هاي وهي المحاضره بالتحديد من اهم المحاضرات اللي ممكن تمر عليك. طيب لانه كثير صعب، فاذا انت حاس حالك فاهم الريس كونديشن كويس عن جد مبروك، لانه يعني شيء كثير ناس بخربطوا فيه انت فهمته. تمام حدا عنده اي سؤال ثاني عن الريس كونديشن؟ شكرا يا عباده. حدا عنده اي سؤال ثاني؟ طيب عشان تقتنعوا اكثر انه قال كيف انه نطلع خلاص انه عباده جاوب خلاص خلص المحاضره، لا في ريكوردينج بده يخلص. طيب عشان تقتنعوا اكثر ليش انه الموضوع عن جد مهم جدا، بدي اعطيكم مثال من الحياه العمليه اوكي، انا اضفته هيك من عندي او يعني مثال انه انا من اللي شفتهم الاونلاين شوبينج. طيب زي امازون وزي كذا اوكي، بتعرفوا اسا مثلا خاصه بامريكا بتلاقي في عندهم شغله لما ينزل مثلا الايفون الجديد او البلاي ستيشن 5 لما نزلت وكذا، لما كنا هناك ايش بتلاقيهم مثلا؟ بدهم يبيعوا مثلا الايفون بمحل معين، تلاقي طوابير يعني طابور طويل فيه مثلا 1000 شخص او مش عارف قديش، بيقعدوا بالايام هناك بيستنوا عشان يجي دور عشان يكون من الناس محظوظين جدا هذول اللي بدهم ياخذوا ايش؟ اول ايفون. طيب فايش؟ فبتلاقي طابور، حتى صار في يعني اندستري كامله انه ناس شو بيشتغل بحياته؟ انه هو بيروح بيقف بالطابور بدل حدا، يعني مثلا حدا بيشتغل وظيفه مهندس اوكي، ما عنده وقت يقعد 3 ايام على الطابور، ففي حدا قاعد فاضي شغال بيجي بيقول انا بقف لك على الطابور خلاص 3 ايام وانت عليك تعطيني اكل وشربي مثلا ومصاري اخر شيء اوكي. تمام كله عشان يحصلوا على ايش؟ على بتعرفوا حدش بيقدر يعيش يعني بدون الايفون الجديد، يعني كيف بدهم يستنوا شهر؟ المهم فنفس الشيء بصير على كثير منتجات، او مثلا البلاك فرايدي
اللي هي باخر شهر 11 قربت، برضو بصير اشياء كثير عندهم زي هيك بامريكا. طيب كنا نشوفهم يعني مع الاونلاين شوبينج الموضوع نفس الفكره، لكن صار منحة مختلف، انه صاروا يصيروا يستنوا مثلا امتى بيفتح الاونلاين شوبينج ويصير يطلب اول واحد اوكي يحجزوا. فخلينا نمشي نشوف ايش بصير وراء الكواليس بالاونلاين شوبينج. طيب لنفترض انه هذا موقع شركه ابل مثلا، وعندهم الايفون نزل وكانوا منزلين مثلا 1000 قطعه منه، عندهم 1000 ايفون تبيعوه اوكي، وعندهم فاريبل تمام اسمه اي، خير يعني ما ظلش عندهم اسماء، قرروا يسموه لكم اياه اي عشان يظل على نفس السلايدات الماضيه. طيب عندهم فاريبل اسمه اي، هو عباره عن عدد الايفونات اللي ظلت عندهم، كان 1000، اجى اول واحد طبعا فتحوه مثلا الساعه 9، الناس كلها صارت تشتري، اول واحد اشترى صار 999 98 كذا 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 كذا، ظلوا يشتروا، كل ما حد يشتري ايش بصير؟ ديكريمنت ديكريمنت ديكريمنت، 5 4 3 2 1، ظل عندنا اخر ايفون اوكي. انتم حاليا باللحظه الحاسمه اللي عندنا اي تساوي 1، اخر حبه ظلت، في عندنا 2 حرام جايين بدهم يطلبوها اوكي، الاثنين يجوا يطلبوها بنفس الوقت تقريبا، ممكن واحد بالهند وواحد بسنغافوره اوكي، كل واحد طلب على الويب سايت بدي ايش، بدي اخر حبه من الايفون. طبعا هو مش عارف انها اخر حبه، يعني هو انت مش عارف قديش ظل، بس السيرفر عارف انه هي اخر واحده اوكي. خلينا نشوف ايش راح يصير اوكي. طبعا هو فعليا ايش البروسيس عشان تقدر تشتري ايفون او تشتري اي شيء بكاونتر، تعمل لود للاي، اذا كانت اكبر من زيرو معناته ظل في ايفونات صح، فبتقول اوكي بشتري معناته، واعمل اي ماينس ماينس مشان يصير صفر، عشان اذا حدا ثاني اشترى بده يشتري لقيها صفر اوكي. خلينا نشوف ايش راح يصير. حدا عنده سؤال على الاكزامبل؟ حدا عنده سؤال على الايفون؟ طيب لا بونص، انا العمله تاعتي بونص، ما بوزعش تليفونات طيب اوكي. فاجى عندنا انا المره هاي بدي اخلي ثريد 2 يبلش اوكي، عشان بس تعرفوا انه مش شرط ثريد 1، يعني ما في ديترمينستك اوكي. ثريد 2 بدا وصل على الويب سايت، حكى بدي لود لايش؟ لاي، بدي اعرف كم تليفون ظل، كم تليفون قال له؟ 1، لانه اي ايش قيمتها؟ 1. فوين حط اي؟ بريجستر عنده، خلينا نحكي اي 5 ار 5، قديش قيمه ار 5؟ 1 اوكي ممتاز كثير. بعده بده يعمل ديكريمنت والاشياء هي حكيناها كلياتها، اجى مين؟ او ايوه ثريد 1 اوكي، اجت ثريد 1 عملت شو؟ لود برضه، شو لاقت قيمه اي؟ بعدها 1، فايش حطتها؟ باللوكال فاريبل تاعها مثلا ار 7، فهسه عندنا تو لوكال فاريبلز كل واحد فيهم شايفها ايش؟ 1. اجى اول واحد اللي هو او ثريد 2 كمل شغل، قال هل ار 5 اكبر من 0؟ صح؟ معناته ممتاز انا لحقت الحمد لله، فقال اوكي اشتريه واعمل اي ماينس ماينس، فقديش صارت ار 5 بالنسبه له؟ 0 اوكي. فهو هسه اشترى واجا ايميل كونجراتوليشنز واشتريت والشيبينج بعد يومين ومبسوط جدا. طيب خلص اوكي، فعنده هسه اشترى الايفون وبس الار 5 تاعته ايش؟ 0. لكن اي ايش بعدها؟ انه كله هذا لوكال. المسكين حرام ثريد 1 برضو عمل اف ستيتمنت، هل ار 7 اكبر من 0؟ صح، فقال اوكي ممتاز اشتريتها والف مبروك وصار معي تليفون كمان اوكي، وعمل ار 7 ماينس ماينس، فايش طلع عنده؟ خلى ار 7 تساوي ماينس، لكن لحد الان اي شو؟ 1 اوكي. ايش بيجي حلو صح، هسه راح تشوفوا اوكي. ف اجى الاي ثريد 1 صباح او ثريد 2 صباح الخير بنعمل ستور اوكي، فراح عدل عمل ستور للاي اللي هي الار 5 عنده وخلى اي تساوي ايش؟ 0. بعدين اجى ثريد 1 حكى انا كمان بدي اعمل ستور، قال اوكي ستور اي ار 7 حطها بالاي، قديش ار 7؟ 0. فصار ايش؟ 0 اوكي. فهسه صار عندنا اي 0 حلو، لكن عندنا تو ثريدز يعني تو كاستمرز يا حرام، كل واحد فيهم دفع فلوس واجا ايميل انه انت اشتريت ايفون، واحنا بالنهايه عندنا 1 اوكي. فاحنا هيك ايش في واحد منهم راح يطلع شو؟ خسران. طبعا هذا هو الواحد على فكره، بس للعلم هذا هو الربحان اللي مش راح ياخذه، انه هذا راح يرفع قضيه على شركه ابل انه انتم دفعتوني فلوس ما اعطيتونيش ايفون، بجوز يعطوه مليون ايفون بداله. طيب فهو مش المسكين الايفون، هو المسكين شركه ابل لو ظل شيء هيك. طيب
لأنه زي ما حكت زميلتكم هون إنه قد يكون في ألف ثريد إجوا، كل واحد أخذ آي 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 يلا 1111 وعملوا ديكريمنت وكلهم congratulations، وبالأخير كلهم بس واحد راح يأخذ الآيفون منهم. شايفين قديش الإشي هاي؟ طبعاً ليش صارت المشكلة هاي؟ لأنه race condition، لأنه الآي ماينس ماينس ما انعملت بخطوة واحدة، انعملت على ثلاث خطوات، فصار في interruption بيناتهم. أوكي، فمشان هيك طلع معانا المشكلة هاي. لو كانت الآي ماينس ماينس بتنعمل بخطوة واحدة، لو كانت الآي ماينس ماينس تنعمل بخطوة واحدة كان الإشي كان أسهل بكثير علينا. أوكي، لأنه كانت بصير بنسميها أتوميك، إنها إيش عبارة عن خطوة واحدة خاص آي ماينس ماينس على طول بعدل على الآي. لكن لأنه طولت كثير صار عندنا هاي المشكلة. واضح؟ واضح المثال؟ إيش؟ ليش الكيو؟ كيف؟ ما هو أنت مش ممكن عنها ما بصيرش. طيب، لكن هو فعلياً ليش تحط كيو؟ هو عندك ضل آيفون، ليش تحطه مع كيو؟ فلازم لها حل، صح؟ هسه بنحاول نحلها. طيب، إذا بعد كل هذا هسه بنعرف الريس كونديشن. أوكي، أنا بحب دائماً التعريف يجي آخر شيء. أوكي، فالريس كونديشن هو، وركزوا على التعريف، whenever the output depends on the precise execution order of the processes أو the threads. إنه لما يكون الـ output النهائي بيعتمد على الـ order، زي ما شفنا ممكن 4 ممكن 5 ممكن 6. أوكي، هاي هي المشكلة. طيب، إذا صار عندنا race condition، طبعا أطمنكم كل مواقع العالم ماخذ يعني عامل الإشي الصح، هذا خلص ما بيصير ولا بأي مكان. مش هيك زميلكم بقول يعني مش مقنع إنه هذا الإشي يصير؟ فعلا كارثة يعني إذا صار زي هيك. حتى نظام التسجيل عندكم لما يكون آخر مقعد ضل خلاص 25 أربعة، تخيلوا أربعة كلهم أعطاهم يلا تم التسجيل المادة، بعدين طلعت الشعبة مغلقة، مشكلة. فهو لا، كل إشي taken care of هاي المشكلة، لكنها إيش؟ بدنا نعرف كيف نحلها. أوكي، طيب، في عندنا يعني طريقتين نحل الموضوع هذا. أوكي، الطريقة الأولى إنه أصلاً نمنع الكونتكست سويتشنج، نحكي خلاص لما ثريد يمسك الكود يمسك الكور ما بنتركوش تخلص كل الكور، ما بنطلعه مشان بعدها يجي الثاني. فهيك بنضمن دائما اي بلس بلس تتنفذ بعدين اي ماينس ماينس، ما راح يصير ابدا انه اي بلس بلس يصير فيهم انترليفنج. تمام، هذا حلو لكنه سيء جدا للبرفورمانس. ما انت شوف الراوند روبن قديش مثلا كان يعمل انترليفنج، شفتوا اصلا ليش الكونتكست سويتشنج بنعمله؟ صح، فهذا مش حل، هو بحل المشكله لكن مش الحل اللي بدنا اياه. صح، طيب ايش العاد الحل الثاني؟ الحل الثاني انه نعمل شيء بنسميه ميوتشوال اكسكلوجن. ميوتشوال اكسكلوجن انه مش امنع الكونتكست سويتشنج كامل، ولكن امنع انه يصير تضارب على شيرد فاريبل. اوكي، اضمن انه ما يصير تضارب على شيرد فاريبل معين. مين بيضمن انه ما يصيرش شيء زي هيك؟ البروجرامر انتو. طيب هسه راح نعرف كيف. اوكي، لكن الفكره انه انا بدي اضمن انه مثلا شفتوا اسال اي بلس بلس كانت لود اكسكيوت ستور، لو صار الكونتكست سويتشنج قبل اللود عادي زي لما كانوا اي بلس بلس قبل اي ماينس ماينس، صح؟ ولو صار العكس كمان عادي، هي المشكله لما صاروا بالنص مع بعض. اوكي، فانا فعليا في عندي اللي هو من بدايه اللود لنهايه الستور، هاي منطقه حرجه حساسه كريتيكال. اوكي، ما بدي يصير انترليفنج بيناتها، قبليها وبعديها عادي. اوكي، فعشان هيك بنسميها هاي كريتيكال سكشن. شو كريتيكال سكشن؟ جزء حساس او حرج من الكود. اوكي، ما بدي يصير جويته انتربشن. تمام، فالميوتشوال اكسكلوجن انه انا فعليا بعرف كريتيكال سكشن، وهذا الكريتيكال سكشن بمنع اي تو بروسيسز او ثريدز انهم يكونوا جويته مع بعض. اوكي، يعني عادي لو صار كونتكست سويتشنج، لكن هذا الكريتيكال سكشن ممنوع. تمام، وفعليا لما اعمل شيء هذا، لو نرجع على الكود اللي كان عندنا، نفترض كان عندنا بروسيس A وبروسيس B. طيب، طبعا كيف بقدر اضمن هذا الشيء؟ من البروجرامر زي ما حكينا، انه بده يعمل زي لوك، انه يقول انه بدايه الكريتيكال سكشن سكر الكريتيكال سكشن، ممنوع حدا ثاني يدخل. زي لما كان اللي بده يشتري تليفون اول ما عمل لود، بنفس الوقت حكى كمان ما تخليش حدا ثاني يعمل لود بعدي تا اخلص الشغل كان انا، لانه هذا كريتيكال سكشن. اوكي، فعمل لوكينج للاي. فهون رح نعمل نفس الشيء، خلينا نشوف كيف رح يتغير الوضع لو عملنا اللوكينج هذا. طيب، نفترض ان بروسيس 1 او A او ثريد 1 اللي كانت عندنا دخلت. اوكي، بلشت ات تايم 1
كانت بتحاول تعمل تفوت على كريتيكال سكشن مثلا تعمل لود لاي، بتشوف هل في حدا قبلي عمل لوكي لهذا الكريتيكال سكشن؟ لا، اذا بدخل. اوكي، ات تايم 2 ثريد 2 اجا، اوكي حاول يعمل يدخل على كريتيكال سكشن اللي هي اللود اللي حاول يشوف كم ايفون ظل، بس المره ما راح يزبط. شايف ليش ما فيش مشكله؟ ما راح يزبط. ليش؟ لانه راح يلاقي انه الاي او الكريتيكال سكشن لوكت من حدا قبليه، مين كان بروسيس 1 او ثريد 1، اوكي فراح يلاقيه لوكت، فراح نقول له اوكي اسفين ممنوع تدخل هسه، يو ويل بي بلوكت، عبين ما انه الثريد اللي ماخذ اللوك يعمل له ريليس ويفتح لك تفوت. اوكي، فبعديها راح يظل بلوكت ات تايم 3 بروسيس ثريد 1 خلص اشترى الايفون واعطاه الكونفرميشن ايميل، اوكي بيجي بيعمل لوك للكريتيكال سكشن، اوكي وقتها بيقدر يدخل ثريد 2 يشتغل. بس لما يدخل راح تكون الستور خلصت لانه ثريد 1 خلص كل شغله، فراح يلاقي قديش كم ظل كم ايفون زيرو، ما راح يشتري، راح يعرف انه خلص عليه وراح يطلع. اوكي، شايفين كيف اللوكينج حل المشكله؟ يعني احنا صار كونتكست سويتشنج، لاحظوا صار هو كونتكست سويتشنج بالاول لما اجى ثريد 2 حاول يدخل، بس لانه في لوك منعناه. لو كان بده يروح يعمل شيء ثاني غير الكريتيكال سكشن كان سمحنا له، بس لانه دخل على الكريتيكال سكشن ممنوع. لا هو تقريبا بصير، بس بيكونوا مثلا كل سيرفر مسؤول عن مثلا 1000 ايفون، هم 100000 بيعملوا 1000 سيرفر، كل واحد مسؤول عن 100، فاثنين مستحيل يشتروا من نفس السيرفر بنفس اللحظه، لكن ممكن تشتري من اكثر من سيرفر، فماكسيموم مثلا 1000 شخص ممكن يشتروا ايفون مع بعض، فهي بسموه باراليزم، هذه المانجر والوركر بروبلم. لا سكشن بالكود هسه راح اشوف بعد شوي، بس بس خلينا نركز اكثر كيف بدنا نحل المشكله. اوكي، سكشن بالكود اللي هي زي مثلا بتحطها قبل اللود وبعد الستور، قبل اللود هاي لوك، بعد الستور اللود بنقول هاي انلوك. كيف؟ حلو، مش نفس الانستركشن، نفس الكريتيكال سكشن. السكشن انه لو كان عندنا سكشن معين في عندنا مالتيبل ثريدز شيرنج ون ميموري لوكيشن وفي واحد منهم تكتب عليه، راح يصير عندي ايش؟ ريس كونديشن. لكن لو واحد لو كلهم بيقراوا عادي. فهمت علي؟ خليني اورجيك هسه هون راح بجوز توضح الامور اكثر. فتعلمنا في شيء جديد بدنا نعمله عشان نحل الريس كونديشن اسمه ميوتشوال اكسكلوجن. والميوتشوال اكسكلوجن اللي هو انه بس نجبر واحد، بس واحد ثريد يكون بالكريتيكال سكشن ات ا تايم. وقلنا ايش التول اللي راح نستخدمها عشان انفورس الميوتشوال اكسكلوجن؟ لوكس اللي هو القفل. اوكي، فالفكره انه احنا هسه بدنا اللوك هو عباره عن داتا تايب جديد اعتبروه له تو اوبريشنز، لوك وانلوك، زي القفل يا بتسكره يا بتفتحه. اوكي، فهو عباره عن زي انتجر زي الفلوت بس داتا تايب جديد اسمه لوك، موجود بالميوتك اسمه ميوتكس، موجود بالبي ثريد لايبراري اللي اخذناها بالمحاضره الماضيه، له لوك وانلوك اوبريشنز تاعته. خلينا ناخذ بس اكزامبل وبعدين بننهي فيه عشان تفهموا كيف اللوكس بيشتغلوا. طيب لنفترض انه عندنا هذا الكريتيكال سكشن او الفاريبل، اوكي اللي هو بدنا نحميه باللوك هاي. شايفين هذا حاط لكم قفل هون، اوكي فهو فعليا زي قفل عادي. اوكي، بالبدايه لنفترض احنا هون انه عنده، يعني هو له اكثر من حاله، يا اما يعني بسموه يا اما لوك انلوك ست فري اكواير ريليس، كل هاي المصطلحات نفس الشيء، انه واحد بسكره واحد بتفتحه. اوكي، فلنفترض انه بالبدايه كان فري. فري شو يعني؟ انه مفتوح خلاص، ما في حدا ايش ماخذه. فاجا ثريد A حاول يدخل على كريتيكال سكشن، يعني حاول يشتري ايفون، تمام. لما يجي يدخل راح يلاقي ايش؟ انه بيسال هل اللوك فري ولا ست؟ راح يلاقيه فري، معناته اوكي تقدر تدخل، انت اول واحد جاي يشتري. مجرد ما حكينا له انه انت فري، شو راح يعمل؟ راح يروح يحول قيمه اللوك الى ست، انه لوك يعني خلاص انه مسكر، عشان ما حدا ثاني يقدر ايش يدخل ما دامه ايش هذا دخل. واضح؟ كانه اخذ اللوك له. واضح كيف الاشي؟ هسه اذا اجى ثريد وخلاص هسه صار معه، اوكي اجى ثريد بي حاول يشتري ايفون، راح يلاقيه لوكت اوريدي، تمام ما راح يقدر يشتري.
فراح يقول له ايش؟ اسفين اتس لوكت استنى. ثريد سي ثريد دي كلهم راح يحاولوا يشتروا ما راح يقدروا. ليش؟ لانه لوكت الكريتيكال سكشن لوكت. اوكي بعد شوي لما خلص الشراء وعمل اي بلس بلس وعمل ستور بيجي ثريد اي بيقول انا خلصت بدي اعمل انلوك. فهو زي الكود بدايته بتعمل لوك بعدين بتعمل الاوبريشنز بدك اياها لود اكسكيوت ستور بعدين تعمل انلوك اني خلصت. اوكي راح يتنفذوا بالترتيب هذا. فانت بتضمن انه ما بين اللوك وما بين انلوك هذا اسمه كريتيكال سكشن ما حدا بيقاطعك فيه لانه اي حدا راح يجي يقاطعك راح نوقفه. واضح؟ فزي هيك بعد شوي ثريد اي خلص شغل ايش بيعمل؟ بيقول انا خلصت انلوك. فراح يتغير قيمه اللوك من 6 الى 3 يعني من لوك الى انلوكت. تمام؟ هسه بيجوا ثريد مره ثانيه بيحاولوا يشتروا بيجوا بيلاقوا ايش؟ ثريد بي بيلاقي انه ها صارت فري. تمام؟ فبيجي بياخذوا مره ثانيه وبيعملوا ايش؟ لوكت بحيث انه يا حرام سي ودي برضه ما يقدر ياخذوا. اوكي؟ وهكذا لما يخلص سي لما يخلص بي راح يعطيها لسي بعدين لدي. لكن شو الاهم شيء ضمنناه؟ انه مستحيل تو ثريدز يدخلوا على كريتيكال سكشن نفس الوقت فبالتالي ما صار عندنا ايش؟ ريس كونديشن. فحلينا مشكله ايش؟ الريس كونديشن. تمام؟ انا بدي اهم شيء واضح عليكم ايش الريس كونديشن وكيف حليناها بالميوتشوال سكشن الميوتشوال اكسكلوجن اللي هو اللوكس. طيب المحاضره الجايه راح نحكي هاو تو امبلمنت اللوكس كيف الكود راح يتغير عشان نحط عليه لوك شو اصلا الكود اللي بالاساينمنت راح تعملوه عشان يعمل لوك وانلوك كل هاي التفاصيل راح نحكي عنها اوكي المحاضره الجايه. لكن المحاضره هاي بهمني لهونه انه تكونوا فهمتوا انه عندنا ريس كونديشن وعندنا اللي هو concurrent programming ممكن يؤدي لrace condition والrace condition لما يصير بيعمل انه الـ output non-deterministic. كيف بدي احل المشكلة هاي؟ بدي اعمل mutual exclusion اللي هو عن طريق locks او احد طرقه. تمام؟ وعرفنا انه race condition اشي كبير كثير ممكن يؤدي يغير instruction او حتى يغير شراء اشياء. تمام؟ واضح يا جماعة الاشي لهون؟ حدا عنده اي سؤال؟ تفضلي. ايوه هل الريس كونديشن بصير بين بروسيسز استعبل ايوه هي حسب اوكي هي الجواب اذا في شيء شيرد راح يصير في ريس كونديشن ما في شيرد ما راح يصير اوكي ف ايوه البروسيسز ما فيها شيرد بالادرس سبيس لكن ممكن يكون في عندهم شيرد على اشياء ريسورسز ثانيه راح نحكي ممكن لقدام عن الشيء هذا زي انه مثلا اوكي احنا الهندسيه والطبيه كل واحد مبنى منفصل لكن احنا شيرد المكتبه مع بعض فمش شرط دائما انه البروسيسز هم عالم مختلف بس الثريدز بتظهر فيهم اكثر لانه الاشياء اللي شيرد كثير اكثر بين الثريدز لكن راح تشوفوا لقدام انه الكور نفسها عليها لوك وانه الميموري نفسها عليها لوك راح تشوفوا انه كل شيء بتستخدموه بالكمبيوتر عليه لوك بس والشاشه عليها لوك كل شيء عليه لوك بس هذا لقدام راح يتوضح لكم اكثر اوكي بس لها علاقه شوي كمان نوع الاو اس فعلا أي سؤال ثاني؟ أسئلتكم ممتازة. إيش كمان عندكم أسئلة؟ الموضوع هذا كثير مهم. طيب وزي ما تشايفين يعني حاولنا نمشي فيه خطوة 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 خطوة. بدينا بإشي بسيط وصلنا لأبل. طيب بس إيش؟ بدنا تفهموا كله بالنهاية برجع لنفس الكونسبت اللي عملنا فيه الآي بلس بلس. كلياتها إنه عندك instruction آي بلس بلس أنت بتفكرها إنها أتوميك إنها هي اللاين واحد لكنها وراء الكواليس فعليا تقسمت لثلاث لاينز. ومش مضمون انه الثلاثه لاينز يتنفذوا مع بعض دائما ممكن يصير انتربشن فصار عندي ريس كونديشن حطينا لوك وانلوك عشان يتحولوا الثلاثه لاينز الى انهم يصيروا كانهم اتوميك شو معنى اتوميك ما بتجزأ زي الذره يعني من اتوم انه ما بتجزأ اوكي فهو فعليا الثلاث صاروا يا اما اذا دخل ثريد راح يخلص الاخير ضمننا بدون ما حدا يقاطعه ما في حد راح يدخل يقاطعه انا مجرد ما اني فت الغرفه سكرت على حالي خلاص ما حدا راح يقدر يدخل معي واضح؟ حدا عنده أي سؤال؟ طيب المحاضرة الجاية راح نكمل من هون وراح نحكي الأشياء اللي كيف إنه زي ما قلت بتنفذ وكذا. راح ننفذ الأشياء كيف بتنفذ كيف نعمل implementation إله والأشياء هاي راح تكون هاي كلها أونلاين فيريتها تحضروا طيب أونلاين مشان المحاضرة الجاية لما تيجوا تكونوا شايفينها واللي ما حط اسمه غياب يكتبه.
الله يعطيكم العافيه.